الشخص الإيجابي يعمل، يبذل، يجتهد، لا يتوقف، لا بد من جهد بدن، لا بد من خطوة إلى الأمام. كل شيء له سبب، لا بد من عمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوينا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل الترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل، القناة التعليمية، في حديث حول موضوع اختفاء النحل أو نفوق النحل. هناك بعض الإخوة النحالين يتحدث عن بداية فصل الربيع بالذات، يقول نحلي اختفى من الخلية، أو بعضهم يتساءل لماذا النحل يختفي من الأقباح أو الخلايا البلدية. تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع، وهناك إجابات من أستاذنا وضيفنا في هذه الحلقة. كذلك سيتطرق في هذه المحاضرة إلى موضوع الانطلاقة الربيعية وكيف نتعامل معها وكيف نبتدئ من الصفر، وسيكون هناك حديث حول طرق وأساليب التقسيم وكذلك مكافحة الفاروة سواء إبادة أو مكافحة، حديث شيق ومتنوع لعدة مواضيع وفي عدة لحظات لضيفنا الكريم الأستاذ المهندس عبدو أسعد من سوريا، فكونوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير إخوتي الأكارم أعضاء منتدى حلبوم لتربية النحل. إخوتي الكرام، كثيرا ما يعاني معظم النحالين من فقدان نحلهم في مرحلة في فترة التشتين وفي باقي الفترات، يعني هي شغلة بيشتكي منها النحال، ومنلاحظها كثيرا انه عم يموت اعداد كبيرة من النحل ان كان في الشتاء ولا في غير ما يسمى الشتاء. فيا ترى شو سبب هالمشكلة وشلون بدنا نتخلص من هالمشكلة؟ لانه المفروض النحال كل سنة يزداد عدد الخلايا تبعه، مو تناقص يعني، وما المفروض كل سنة بده يشتري نحل، المفروض يبيع النحل للناس المبتدئين اللي بدهم يشتغلوا بالنحل. فليش هيك عم بيصير معنا؟ فمن وجهة نظري الشخصية رح نحلل هالأمور ونشوف شو الأسباب اللي عم تؤدي إلى نفوق النحل. إخوتي الكرام، السبب الأول منذ حوالي 40 عام إلى الآن، السبب الأول لنفوق النحل هو انتشار آفة الفاروة. انتشار آفة الفاروة هي اللي عم تسبب ضعف الخلايا، وآفة الفاروة عم تسبب انتشار أمراض ثانية غير فكرة، غير موضوع تدهور الخلية بسبب انه انتشار آفة الفروة. اذا السبب الاول في نفوق الخلايا او السبب الرئيسي هو انتشار آفة الفروة. طبعا الحل هو المكافحة، الحل هو مكافحة آفة الفروة. اخوتي الكرام، بدي اتعرض واشرح شو معنات المكافحة. هناك فرق بين الإبادة وبين المكافحة. نحن في دواء بنسميه مبيد، ونحن الإبادة شغلة صعبة. الإبادة هو عبارة عن القضاء على أي ظاهرة أو أي شكل من أشكال المرض. أما المكافحة هو عبارة عن خفض عدد الحشرة إلى الحد الغير الحد الاقتصادي، يعني ما بتأثر على محصول النحل. فبالنسبة للآفات كلياتها نحن ما بنستطيع نكافح أن نبيدها إبادة، وإنما منقللها إلى المستوى اللي ما بتسبب معه أضرار اقتصادية كبيرة. هذا توضيح للفرق بين الإبادة وبين المكافحة. إذا باختصار، آفة الفروة لازم يحطها النحال نصب عينيه لحتى يستطيع المنحل تبعه يوقف على إجريه ويستمر بالعمل.
السبب الثاني لنفوق النحل هو كبر عمر الملكة، كبر عمر الملكة، فالنحال المفروض من النحال، طبعا النحال البسيط أو المبتدئ أو قديما كان يعتمد على التطريد، يعني بينتظر الخلية لحتى تطرد، بلم الطرد بحطه في الخلية. هاي العملية هاي عم تسبب تجديد الملكات، ولكن التطريد الطبيعي له أضرار كبيرة. أهم أضرار التطريد الطبيعي هو هروب الطرد، يعني انت مو موجود بالمنحل، طلع طرد، هرب الطرد وراح، فانت خسرت حوالي 60% من قيمة الخلية، لانه الطرد الاول بمثل حوالي اكثر من 50% من قوة الخلية. فالتطريد الطبيعي امر صعب اذا ما بدك تكون انت بجنب منحلك وعم تراقب النحل وعم تشتغل. فالحل البديل للتطريد الطبيعي هو التقسيم الصناعي، يعني انت بتقوم بتقسيم النحل واخذ منه تقاسيم وملكات، تقاسيم معها ملكات، والملكات بتتلقح. اذا تجديد الملكات هو السبب من اسباب بقاء النحل، وعدم التجديد هو السبب من اسباب تدهور الخلايا وانقراض النحل. فلازم ننتبه لهالناحية هي. يعني انت كنحال هلأ في فترة الربيع، هلأ نحن في فترة شهر، نحن هلأ الآن في شهر آذار. شهر آذار هو شهر نهوض النحل وتطور الخلية. شهر نيسان بإمكاننا نعمل تقاسيم، وهالتقاسيم هي بتكون الدعامة عنا للعمل في العام التالي. يعني نحن هلأ بنعمل تقاسيم في عام 2024 لتكون هي المنتجة والفعالة في عام 2025. هذا الموضوع كل نحال يجب أن ينتبه إليه، كل نحال يجب أن ينتبه إليه. يعني أنت إذا عندك 20 خلية لازم تنتج على الأقل 20 تقسيمة إلى 30 تقسيمة. ما بدنا نكثر التقاسيم زيادة لأنه بتأثر على قوة المنحل. طبعا إخواني كل منطقة جغرافية إلها ظروف تتناسب معها ما بتتناسب مع الظروف الثانية. فعلى سبيل المثال إذا جينا نتكلم نحن عن منطقة القلمون، معروفة منطقة القلمون، منطقة القلمون فيها فترة الفيض بتتأخر لتظهر. هل تأخر في فترة الفيض بنستفيد نحن منه في تقوية النحل وفي التقسيم الصناعي. أما في عنا مناطق ثانية مثل مناطق الساحل مثلا، قريبا ببلش فيها أو بلش مرعى الحمضيات، فهون إن إحنا ما إلنا مصلحة نقوم بعملية التقسيم في بداية موسم الفيض، لأنه نحن منخسر الموسم على حساب التقسيمة، وهي خسارة ما نربح. أما نحن في موسم فيض بدنا نستغل هذا الموسم في كل نحلة، حتى في الكثير من النحالين بيقوموا بضم خلايا قوية إلى بعضها البعض في بداية موسم الحمضيات لحتى ياخذوا إنتاج أعلى من العسل، وهذا بيعوض لهم كل ثمن الخلايا اللي ضموها لبعضها البعض. إذا كل مرحلة أو كل فترة، كل مكان، كل منطقة جغرافية إلها حكم يختلف عن المنطقة الجغرافية الأخرى. نحن مثل ما ذكرنا في منطقة القلمون الآن عندنا منطقة تقوية النحل، تقوية النحل والتقسيم والتجيش لحتى يدخل نحلنا على المراعي الجبلية وعلى مراعي اليانسون بقوة ولحتى نستفيد بشكل جيد. السلام عليكم أخوتي النحالين، خلينا نتحدث بموضوع تغذية الخلايا في الربيع، في بداية مثلا من منتصف شباط إلى نهاية آذار. هل التغذية شلون بدها تكون؟ يعني طبعا في شيء مرة خلص وقته، بس منذكر الذكر، يعني
في البداية، في بداية الانطلاقة الربيعية اللي بنسميها، وهي بتبلش تقريبا في المناطق القلمون والمناطق الداخلية، بتبدأ من 15 شباط. شلون بدنا نبلش بالتقليل؟ منجيب معدل 100 جرام سكر لكل خلية، بنعملهم محلول واحد واحد، يعني كيلو سكر لكيلو مي. مثلا أنا عندي 10 خلايا، عندي 10 خلايا، كل خلية 100 جرام، يعني عندي كيلو سكر، بحط كيلو سكر وبحط كيلو مي. هذه أول بداية التغذية، كيلو سكر وكيلو مي، وبحلهم تماما وبضيف لهم بعض المنكهات، وعلى رأسها الليمون الحامض أو ملح الليمون. هذه منكهات ومادة فعالة في التغذية. وبوزع على الخلايا، بعطيها تقريبا 100 سنتي لكل 100 جرام، معدل 100 جرام سكر لمحلول لكل خلية. أعطيتهم هالشي، بترك الخلايا 48 ساعة. بعد 48 ساعة بعمل لهم كشف مين الخلايا اللي استهلكت، بعلمها هنا في خلايا ما استهلكت، ترك هاي الخلايا. الخلايا اللي استهلكت برفع لها المعدل تبعها من 100 جرام الى 150 جرام سكر. يعني هذول اذا لنفرض عندي 10 خلايا، بالاول حليت لهم انا كيلو سكر، بعدين بحل لهم كيلو ونص سكر لكيلو ونص مي، وبرد بغذيهم لهالنحل اللي استهلك تغذية فقط. اللي ما استهلك ما بعطيه، اللي ما استهلك ما بعطيه. وكل شيء عندي بالحساب، كل شيء عندي بالورقة والقلم، ما في عندي شيء عشوائي. في النحل، النحل علم، العلم ما في شيء اسمه عشوائي، كل شيء في يعني بقدر وبأرقام. ايه، برد بعطيهم لهذول الخلايا كمان بعد 48 ساعة، براقمهم هاللي استهلكت بعطيها، اللي ما استهلكت بصير كل 4 أيام بغذيها. وهلما جرى برفع الرقم شوي شوي، يعني برفع الرقم ل 200 جرام سكر، بعدين ل 300 جرام سكر، بعدين ل 400 جرام سكر للخلية كل مرتين بالأسبوع. إخوتي، إن حالين في هون في هون ملاحظة أو ملحوظة بدنا ننتبه لها. نحن في بداية فترة الانطلاق الربيعية اللي بلشت معنا من 15 شباط، نحن بإمكاننا نغذي النحل تقريبا شي حوالي أسبوعين بدون ما نكشف عن النحل. ما دام النحل عم يستهلك، ما دام الخلية عم تستهلك التغذية، هذا يعني إنه الخلية عم تطور الحضن تبعها شوي شوي داخل الخلية. فأنت أمورك بخير من علامة استهلاك التغذية الخلية. فبتترك الخلية أنت حوالي 15 يوم أو أكثر شوي أو أقل شوي، فبتكشف بعدين بعد 15 يوم بتلاقي أنت عش الحضن توسع، وهذا مؤشر إيجابي ومؤشر مفيد للنحال والنحل. بعد ذلك كشفنا عن النحل. من حتى كشف النحل، المنحل تبعي أنا، المنحل اللي عندي أنا بقسمه لمجموعات. يعني أنا الخلية اللي عندي بتستهلك التغذية خلال 24 ساعة أو 48 ساعة، هاي الخلية بعطيها علامة، وهذول مجموعة، هالمجموعة هاي بعطيها علامة محددة، يعني بحط عليها إشارة. الخلايا اللي بتستهلك التغذية خلال 4 أيام أو 5 أيام بعطيها علامة رقم 2، الخلايا اللي ما بتستهلك بعطيها علامة رقم 3. فوقت الكشف أنا مفضل ما أكشف كشف عشوائي، يعني اللي مثل ما قلت أنا، اللي نفرض عنا 20 خلية، 20 خلية، أنا ال20 خلية فيهم مثلا 10 خلايا أو 12 خلية، هذول بيستهلكوا التغذية كل 48 ساعة. هذول بكشفهم أنا لحالهم مجموعة بالأول، المجموعة الثانية بكشفها في نفس اليوم، بس هذول بكشفهم لحال وهذول لحال أفضل. فمنرجع نحن
كشفنا النحل، لقينا هالنحل في هالكشف هاي، أنا بدي شوف في عندي خلايا فيها فائض من إطارات العسل، وفي عندي خلايا بتكون يعني على حافة الموت ما عنده شيء، فبقيم أنا الإطارات اللي الخلايا اللي فيها عسل زايد بقيمها، بترك لها بروازين عسل، وبقيم الباقي بوزعه على الخلايا الفقيرة والخلايا اللي على حد الموت، لأنه فترة الانطلاق الربيعية فترة خطيرة لفقدان النحل. يعني النحل بالفترة هاي أكتر شيء بيموت من الجوع، فأنا لازم ما يموت نحلي من الجوع. بجي عندي إطارات عسل زائدة بضيفة لها النوع من الخلايا، ما عندي هالخلايا هاي طبعا أنا المنحل تبعي كله المفروض يكون مرقم كله، فالخلايا اللي جوعانة أو ما عندها مخزون لازم أرقامها تكون محفوظة عندي، لازم زيد لها كمية التغذية مشان تستطيع تخزن. فهي ملاحظة هامة جدا في الكشف، بدي أعرف مخزون الغذاء بالخلايا وأقوم بعملية التوازن. يعني الخلايا اللي فيها عسل زيادة بعطيها بقيم منها وبضم للخلايا اللي فقيرة، والخلايا الفقيرة إذا بالغذاء إذا ما في عندي شيء بزود لها كمية التغذية، وإذا كانت تستهلك أكثر بعطيها أكثر تغذية من غيرها وبفترات أقل. طبعا التغذية في المرحلة الربيعية في الفترة هاي لازم تكون تغذية معقلنة. يعني شو معقلنة؟ يعني أنا عم بكشف على الخلايا، أنا في عندي إطارين عسل على الأطراف والحضنة بالنص، يعني إذا بلاقي العسل زاد بخفف التغذية، وإذا بلاقي العسل قل فبزيد التغذية، بحيث انه الخلية لا يكون عندها فائض من التغذية تقعد تحول تسوي لي عسل بهالفترة هاي، ولا يكون عندها يعني يكون عندها جوع من نقص المحلول السكري او نقص مخزون العسل.